السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب البكالوريا الكرام، واليوم في درس جديد. في الحصص الماضية عرفنا بأن مقر تركيب البروتين في الهيولة يتم على مستوى الريبوزومات. مثلا لدينا هذه هي خلية، مثلا بكتيريا بدائية النواة، لديها جدار خلوي وغشاء خلوي. عرفنا بأن مقر تركيب البروتين على مستوى الهيولة، على مستوى ماذا؟ على مستوى الريبوزومات. مثلا لدينا هذه خلية بدائية النواة، مثلا على مستوى مثلا أيضا خلية حقيقية النواة. مثلا لدينا هذه خلية حقيقية النواة، أيضا مقر تركيب البروتين على مستوى الهيولة، بالتحديد على مستوى الريبوزومات. عرفناها بواسطة ماذا؟ بواسطة تجربة الأحماض الأمينية المشعة. بعد ما جبنا هذه الريبوزومات ودرنا لها تكبير، لقيناها باللي تحتوي على تحت وحدتين، تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى وتحت الوحدة الريبوزومية الصغرى وتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى. وبعد تكلمنا على بنية الريبوزوم بالتحديد، وقلنا باللي يحتوي على تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى والتي تحتوي على أنواع وأنماط من الأريان R، بالإضافة إلى بروتينات، بالإضافة إلى تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى التي تحتوي أيضا على بروتينات، بالإضافة إلى أنماط وأنواع من الأريان R. عرفنا باللي هذا تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى تحتوي على موقعين، الموقع مثلا عندك الموقع B والموقع A. الموقع B والموقع A هو موقع تثبت ماذا؟ هو موقع تثبت ماذا؟ هو الموقع اللي تجي فيه الأريانتي. هذا الأريانتي مثلا عنده يحمل حمض أميني، ومثلا عندك هنا أريانتي يحمل حمض أميني. وهنا على مستوى عرفنا باللي أيضا على مستوى تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى تتوضع ماذا؟ جزيئة الأريان A، حيث أن في هذا الموقع B تتوضع في تحت هذا الأريانتي رامزة. احنا نعرف باللي في هذا الاريان ام، مثلا اذا كان مثلا لدينا هذا الاريان ام، مثلا اذا كان لدينا مثلا هذا الاريان ام، احنا نعرف باللي مثلا كل رامزة هذه تمثل رامزة، كل رامزة كل ثلاث نيكليوتيدات تمثل رامزة، وكل رامزة تشفر لحمض اميني، كل رامزة تشفر لحمض اميني، كل رامزة تشفر لحمض أميني، ويتم الربط بين هذه الأحماض الأمينية بوحدة الرابطة نتكلم عليها في الدروس القادمة. احنا نعرف باللي هذا الأريان أم لازم يجي واحد الأريانتي، هذا الأريانتي حامل حمض أميني. مثلا عندك هذه، مثلا عندك هذه الرامزة، هذه الرامزة مثلا هذه الرامزة يجي عليها حمض أميني. هذا الحمض الأميني وش يجيبها؟ يجيبها هذا الأريانتي، وهذا الحمض الأميني وش يجيبه؟ يجيبه الأريانتي. اليوم رانا رايحين نتكلموا بالتفصيل على هذا الأريانتي، ما هي بنية الأريانتي، ما هو هذا الأريانتي، من وين يجينا الأريانتي، كيفاش نلقاو الأريانتي، كيفاش حتى هذا الحمض الأميني ينتقل إلى هذه الرامزة. هذا كل ما سنعرفه اليوم في درس الجديد، وهو بنية الأريانتي. حصة اليوم سنتكلم على بنية الأريانتي. صح، مثلا لدينا هذه مورثة، لدينا مثلا هذا أديان، عفوا مثلا لدينا هذا أديان، هذه سلسلتين من الأديان. الأديان يحتوي على ماذا؟ هذا أديان، هذا هو الأديان. الأديان يحتوي على ماذا؟ يحتوي على مجموعة من المورثات. مثلا عندك هنا مورثة رقم واحد، مثلا هنا عندك المورثة رقم اثنين، مثلا هنا عندك مورثة رقم ثلاثة، مثلا هنا عندك مورثة رقم أربعة. المهم لدينا العديد من المورثات. مثلا لدينا هنا الأديان، مثلا لدينا هذه المورثة رقم واحد، مثلا هذه مثلا لدينا هنا النواة، هذه هنا النواة، وهنا الهيولة، هنا لدينا النواة فيها الأديان هذا، هذه مثلا خلية لحقية النواة، لدينا هنا الأديان، الأديان يحتوي على مجموعة من المورثات، مثلا لدينا هذا الأديان يحتوي على أربع مورثات. باش نقولوا مثلا أنه البروتين، أنه مثلا هذه الخلية الحقيقية النواة، مثلا هذه خلية تحتاج إلى البروتين، والموجود في المورثة مثلا رقم واحد،
واحد. حنا واش قال لك؟ قال لك نحتاج المعلومه الوراثيه المتواجده في المورثه رقم واحد. باش نجيبوا ونعرفوا البروتين هذا، لازم هذا المورثه واش يصرى لها؟ لازم نخرجوا عليها ماذا؟ جزيئه الاريان ام. جزيئه ماذا؟ جزيئه الاريان ام نتاع من؟ نتاع المورثه رقم واحد، تخرج منها جزيئه الاريان ام. كي تخرج جزيئه الاريان ام، هذه جزيئه الاريان ام تنتقل الى الهيوله، وهذه جزيئه الاريان ام ما هي القطبيه الخاصه بها؟ من 5 فتحة إلى غاية 3 فتحة. وما هو الذي يترجم هذا الأريان آم يحوله إلى بروتين؟ احنا تكلمنا وقلنا باللي هي الريبوزومات. مثلا عندك مثلا توضع مثلا هذا الريبوزوم، هذا الريبوزوم، عرفنا باللي تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى فيها موقعين، الموقع بي والموقع ا. أين هو الموقع بي؟ نقول لك، تقول لي أستاذ هذا الأول هو الموقع بي، وتقول لي الثاني هذا الموقع ا. هذه تكلمنا عليها بالتفصيل في الحصة الماضية، كيفاش عرفت أستاذ اللي من جهة 5 فتحة هي الموقع بي، اللي من جهة 5 فتحة هي الموقع بي، صح؟ صح، هذا الاريان ام. نقول لك استاذ هذه الاريان ار، هذا الاريان ار والاريان تي، هذون اثنين الاريان ار والاريان تي، هذون اثنين يا استاذ تقول لي مين جاو؟ احنا نعرفوا باللي الاريان ام يجي مثلا من مورثه، بصح الاريان تي والاريان ار مين يجوا؟ يجوا ايضا من مورثات، معناته هذا الاريان ار والاريان تي راهم نتيجه الاستنساخ مثلا مورثه تعطينا هذا الاريان ار والاريان تي. نعم، مثلا هذه مورثه رقم ثلاثه مثلا تعطي لك مثلا تعطي لك الاريان تي، هذه مورثه رقم ثلاثه مثلا تعطي لك الاريان تي، هذه مورثه رقم ثلاثه تعطيك مثلا الاريان تي، مثلا مورثه رقم اثنين تعطي لك الاريان ار، مثلا احنا نديرو مثلا المورثه رقم اثنين واش تعطي لك؟ تعطي لك الاريان ار، هذا الاريان ار، وعندك هذا الاريان تي والاريان ام. هذا الاريان ام عندما ينتقل الى الهيوله يولي بشكل سلسله خطيه، سلسله واحده فقط، هذه السلسله الواحده تترجم الى احماض امينيه. كل ثلاث نيكليوتيدات في هذا الاريان ام تسمى بالرامزه، وكل رامزه كل رامزه تشفر لحمض اميني، كل رامزه تشفر لحمض اميني. من هي المسؤوله على ذلك؟ وهي الريبوزومات. وهي ماذا؟ الريبوزومات، وسنتكلم على هذا في درس الترجمه كيف يحدث بالتفصيل. هذا الاريان ار قلنا باللي هذا الاريان ار عندما يخرج، هذا الاريان ار مثلا عندنا هذا هو الاريان ار، عندما يخرج هذا الاريان ام مش قلنا يلتف التفاف، هذا الاريان ار يلتف، هذا الاريان ار هو عباره ايضا عن نيكليوتيدات، هذا الاريان ار يلتف يولي بهذا الشكل، يولي هذا الاريان ار بهذا الشكل. هذا الاريان ار عندما يصبح بهذا الشكل ويولي عنده وظيفه كامل ينتقل الى ماذا؟ ينتقل الى تحت الوحده الريبوزوميه الكبرى وتحت الوحده الريبوزوميه الصغرى. لماذا؟ باش يقوم بعمليه الترجمه. هذا الريبوزوم باش يعطي لك البنيه تاع الريبوزوم، نحتاج الى مجموعه من انماط الاريان ار اللي هي تكون لك تحت الوحدتين الصغرى والكبرى للريبوزوم. هذه بالنسبه للاريان ار. اما بالنسبه الى الاريان تي اللي هو باللون الاحمر، هذا الاريان تي، هذا الاريان تي. الاريان تي من وين ناتج؟ هو عباره عن ناتج من مورثه، من مورثه الاديان. هذا الاريان تي هو الاريان تي، هذا الاريان تي. قال لك هذا الاريان تي بنيه ثنائيه الابعاد للاريان تي ورقه النفل ترافل. اسمع معايا مليح، اسمع معايا مليح، اسمع معايا مليح. قال لك هذا الاريان تي كي يخرج يولي هو عباره عن سلسله خطيه كما رانا نلاحظوا هنا. هذا الاريان تي هو عباره عن سلسله خطيه. هذه الاريان تي يلتف التفاف ثانوي، واش معناه؟ يصرى له كيما هكا، اسمع لي مليح. احنا نعرفوا باللي الاريان ام ما هي القطبيه نتاعو من 5 فتحه ل 3 فتحه، الاريان ار ايضا من 5 فتحه القطبيه نتاعو الى غايه 3 فتحه، والاريان تي من 5 فتحه الى غايه 3 فتحه. قال لك هذا الاريان تي، قال لك هذا، اسمع لي مليح، قال لك هذا الاريان تي يلتف التفاف ثانوي، واش معناه؟ عندك هنا 5 فتحه، شوف هذا الاريان تي يبدا بالالتفاف، يلتف واش يعطيك؟ مثلا يعطيك هنايا ثلاثة فتحة، اسمع لي مليح، شوف يعطيك هذا الشكل، يعطي لك هذا الشكل، صح، اسمع لي مليح. هذا مثلا هذه السلسلة الخطية اللي راك تشوف فيها الأريان تي، هذه هنا عندك ثلاثة فتحة، وهنايا عندك 5 فتحة، هنا عندك 5 فتحة، هذا الأريان تي راه عبارة عن سلسلة خطية، اسمع شوف، سلسلة واحدة، هاي سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، بدايتها مين؟ من 5 فتحة، ونهايتها أين؟ ثلاثة فتحة. هذا هو الأريان تي، عنده بنية ثانوية، هذه تسمى بنية، هذه تسمى بنية ثانوية، بنية ثانوية، صح. نعاودو نرسموها هنا الأريان تي، الأريان تي هذا واش يعطيك؟ اسمع لي مليح، عندك مثلا هذا الأريان تي، هذا
عندك مثلا هذا الاريانتي، هذا هو الاريانتي. هذا الاريانتي من اين ناتج؟ ناتج من مورده، ينتج كما الاريان ام والاريان ا، صح. هذا الاريانتي ما هو مصيره؟ باش ما هو مصيره؟ يصرى له التفاف. القطبيه نتاع الاريانتي من وين؟ من 5 فتحه الى 3 فتحه، البدايه نتاعو من 5 فتحه الى 3 فتحه. هذا الاريانتي، هذا الاريانتي يلتف التفاف ثانوي، يعطيك هذا الشكل، يلتف التفاف ثانوي يعطي لك هذا الشكل. اسمع لي مليح، يعطيك هذا الشكل. هنا البدايه نتاعو وين؟ ها هي 5 فتحه الى هنايا وثلاثة فتحة هنايا. البداية نتاعو النهاية هنا ثلاثة فتحة، تولي هذه ثلاثة فتحة، هذه ثلاثة فتحة، هذا الخط يولي أطول من خمسة فتحة. هنا واش تقول لي؟ تقول لي هذا الأريانتي واش يدير؟ حنا نعرفوا باللي هنا الأريانتي واش حكينا؟ باللي هنا هذا الأريانتي يحمل حمض أميني، معناته هذا موقع تثبت الحمض الأميني وين؟ هنا. موقع تثبت الحمض الأميني، موقع التثبت على مستوى ثلاثة فتحة. يثبت الحمض الأميني على مستوى ثلاثة فتحة، صح. وعندك هنايا، عندك هنا مجموعة من الرذب، هذا الرذب، وعندك مثلا هذه الرذب، وعندك مثلا هذا الرذب. هنا هذا النكلي، هذه الأريانتي، كيفاش حتى هنا عندك هذه المنطقة؟ شوف لي مليح، عندك هذه المنطقة، عندك هذا الذراع، وعندك هذا الذراع. هنا كاين نكليوتيدات تتكامل، عندك على مستوى هذه الأذرع كاين نكليوتيدات تتكامل. اش معناها؟ مثلا نروح نديرو تكبير لهذا الذراع، نروح ندير مثلا تكبير لهذا الذراع، هنا نديرو تكبير لهذا الذراع، صح. واش يعطيك مثلا عندك هذا الذراع؟ وشني تعطيك؟ يعطيك مثلا عندك مثلا الأ يتكامل مثلا مع اليو، عندك السي يتكامل مثلا مع الجي، مثلا الأ مثلا يتكامل مع اليو، الجي يتكامل مع السي. هنا عندك واش هني؟ في هذا الذراع كاين نكليوتيدات تتكامل، واش يعني تتكامل؟ ترتبط بها روابط هيدروجينيه بين الا واليو، روابط بين الجي والسي روابط. بينما في هذه الرذب، عندما كبروا هذا الرذب، هذا الرذب، هذا يا الرذب، هذا الرذب، عندما نقوم بتكبيره هنايا، عندما نقوم بتكبيره نجد بان النكليوتيدات ما تتكاملش. واش معناها؟ مثلا هنايا مثلا نلقاو الا، نلقاو هنا السي، مثلا نلقاو هنا الجي، مثلا نلقاو هنايا مثلا اليو. حنا نعرفوا بلي الجي ما تكملش مع اليو، والا ما تكملش مع السي، لذلك نلقاو فراغات بين هذه، ما كانش روابط هيدروجينيه، لذلك ما كانش التحام هنا. معناته هنايا على مستوى الذراع، اسمع لي مليح، على مستوى نسموه هذا، على هذا الذراع نسموه الف، وهذا الرذب نسموه باء. على مستوى الف هذا الذراع توجد به روابط، توجد به روابط هيدروجينية، توجد به روابط هيدروجينية نتيجة ماذا؟ التكامل بين القواعد الأزوتية. بينما باء لا توجد به روابط هيدروجينية نتيجة عدم التكامل، نتيجة عدم التكامل بين القواعد الأزوتية. نتيجة ماذا؟ عدم التكامل بين القواعد الأزوتية، صح. قال لك هنايا، هنايا قال لك موقع الرامزة المضادة. هنايا واش كاين؟ تسمى واحد البلاصة تسمى بالرامزة المضادة، موقع الرامزة المضادة، صح. هذه موقع الرامزة المضادة هي تولي ضد الأريان ام. مثلا عندك مثلا هنا في الأريان ام، مثلا عندك هنايا، شوف نعاودوا هذا الرسمة، عندك مثلا هذا الشكل، عندك مثلا هذا الشكل، عندك هذا الشكل، عندك هنا خمسة فتحة ثلاثة فتحة. موقع تثبت الحمض الأميني قلنا على مستوى ثلاثة فتحة، وهذه ثلاثة فتحة، طول هذا ثلاثة فتحة أطول من خمسة فتحة، هنا موقع تثبت الحمض الأميني، صح. عندك هنايا قلنا الروابط اللي موجودة في هذا الذراع، ما هذا الذراع، هذا الذراع، هذه الروابط الموجودة في هذا الذراع، وهذا الذراع، وهذا الذراع، وهذا الذراع، هذه الروابط الموجودة النكليوتيدات هنايا تولي مترابطة نتيجة التكامل. بينما في هذا الرذب تولي النكليوتيدات غير مرتبطة، وذلك لعدم التكامل، صح. لذلك نلقاو فراغ في هذا الرذب. هنا واش نلقاو؟ نلقاو موقع الرامزة المضادة، هذه تسمى بماذا؟ تسمى بالرامزة المضادة. مثلا عندك مثلا لدينا هذا الأريان تي، مثلا لدينا هذه جزيئة الأريان ان، اسمع لي مليح، مثلا لدينا هنا نيكليوتيدا، هنا ثلاث نيكليوتيدات، هنا ثلاث نيكليوتيدات. حنا واش نعرفوا؟ بلي مثلا لدينا هذه جزيئة الأريان ام، نعرفوا كل ثلاث نيكليوتيدات تمثل رامزة، وهذه الرامزة مثلا لدينا مثلا الأ، مثلا لدينا أ أ أ، هذه نروحوا نشوفوا شني تتكاملها في الرامزة المضادة، نشوفوا شني كاملها، الأ أ أ وشني كاملها؟ يكاملها اليو يو يو، صح. كي هنايا مثلا عندك الا ا ا تجي في الرامزه المضاده يو يو يو، ومن بعد هذه تجيب لك الحمض الاميني الخاص به، من بعد هذه الا ا ا
واش تروح تجيب لك؟ تروح لك تجيب لك الحمض الاميني مثلا ا ا ا، تروح مثلا الرمز المضاد نتاعها يو يو يو، تروح لك تجيب لك، تروح مثلا نروحوا لجدول الشفره الوراثيه عندك هذيك 64 رامزه، نشوفوا ال ا ا ا وشنو الحمض الاميني اللي قابلها، نشوفوا ال ا ا ا، تروح تجيب لك الحمض الاميني الذي يقابلها، هذه الحمض الاميني الذي يقابلها بواسطه ماذا؟ بواسطه الرامزة المضادة. كي تكامل الرامزة مع الرامزة المضادة تجيب لك الحمض الأميني الخاص بماذا؟ خاص بهذه الرامزة. تقولي أستاذ في جدول الشفرة الوراثية عندنا مجموعة من الثلاثيات، كل ثلاثية تقابل حمض أميني، تقولي الثلاثية نتاع الأريان تي هي اللي تقابل حمض أميني ولا الثلاثية نتاع الأريان أم؟ نقول لك أنا الثلاثية نتاع الأريان أم، هذا الأريان أم كي يتكامل لك مع هذا الرامزة المضادة يروح يجيب لك الثلاثية نتاع من؟ يروح يجيب لك الثلاثية الحمض الأميني خاص بماذا؟ بالثلاثية نتاع الأريان أم، يروح يجيب لك الحمض الأميني تاع ا ا ا، يروح لك يجيب لك الحمض الاميني الخاص بال ا ا ا، صح. هذا الحمض الاميني، هذا الحمض الاميني، هذا الارينتي ما يبقاش عنده هذا الشكل، وانما يزيد يعطي له التفاف ثالث، التفاف 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 ثالث، هذا التفاف ثالث، وتسمى بماذا؟ بنيه ثالثيه. تسمى بماذا؟ بنيه ثالثيه. هذا الارينتي يولي عنده بنيه ثالثيه اللي هي بنيه ثلاثيه الابعاد، باش كي تولي عنده بنيه ثلاثيه الابعاد، بنيه فراغيه معناته بنيه في الواقع، هذه البنيه تخليه هي اللي يقوم بالوظيفه نتاعو. حنا نلاحظوا قال لك هنا عندك بنيه ثنائيه الابعاد، وان هذا بعد ما يولي سلسله خطيه راح يتحول الى بنيه ثنائيه الابعاد. هنا واش تكلمنا؟ عندك هذا الذراع رقم واحد، هذا الذراع رقم اثنين، وهذا الذراع رقم ثلاثه، وهذا الذراع رقم اربعه. حنا نلاحظوا باللي هنا كاين روابط هيدروجينيه معناته نتيجه التكامل بين النيكلي نيكليوتيدات، لانه هذا الارينتي هو اصلا عباره عن نيكليوتيدات، صح. وهذه هنايا عندك هذا الذراع، وعندك مثلا هذا الذراع، وهذا الذراع. هنا واش عندك؟ هذا الاذرع هنايا ما كانش تكامل، لذلك نلقاهم متباعدين. وهنا عندك هنايا عندك خمسه فتحه، وهنايا عندك ثلاثه فتحه. هنا ثلاثه فتحه هو موقع ماذا؟ تثبت الحمض الاميني، ثلاثه فتحه موقع تثبت الحمض الاميني. وعندك هنا الرامزه المضاده، هنا عندك مثلا الرامزه المضاده وين جي؟ جي هنا. هذه الرامزه المضاده هي اللي تعرف لك الرامزه اللي موجوده في الاريان ام، صح. هذا الاريان تي باش يقوم بالمهمه نتاعو لازم يلي عنده شكل ثلاثيه الابعاد. ننتقل الى البنيه الفراغيه نتاعو ثلاثيه الابعاد. هذه البنيه الفراغيه ثلاثيه الابعاد لما تجبه، لاحظوا باللي هي تشبه الحرف ال مقلوب، هذا حرف ال تشبه حرف ال مقلوب، صح. بنيه ثلاثيه الابعاد الارينتي حرف ال مقلوب. هنا نعرفوا باللي هنايا وراهي طويله، هذه طويله لهنا، طويله وشني؟ هنا ثلاثه فتحه معناته هنا موقع تثبت الحمض الاميني، وهنا خمسه فتحه، وراه موقع الرامزه المضاده، هنايا هو موقع الرامزه المضاده، موقع الرامزه المضاده، صح. باش كي نولوا نرسموا في الارينتي، تقول لي استاذ مثلا اعطانا رسم تخطيطي قال لك ارسم لي الارينتي، كيفاش نمثل الارينتي؟ عندك ثلاث طرق باش تمثل هذا الارينتي، رسم تخطيطي، رسم تخطيطي للارينتي. مثلا راك ترسم في الارينتي، مثلا راك ترسم في الارينتي، الارينتي يا اما ترسمه بهذا الشكل، هذه الطريقه رقم واحد، ترسمه بهذا الشكل، هذه الطريقه رقم واحد، يا اما ترسمه بهذا الشكل، الطريقه رقم اثنين، يا اما ترسمه بهذا الشكل، يا اما ترسمه بهذا الشكل اللي هي الطريقه رقم ثلاثة. اغلبيه هنا واش قلنا؟ عندك خمسه فتحه وهنا ثلاثه فتحه، وراه موقع تثبت الحمض الاميني دائما من جهه هذا الطويل، معناته ثلاثه فتحه اللي هي الحمض الاميني هنا، وهنا عندك الحمض الاميني هنا، عندك الحمض الاميني هنا. كما تحب تمثل ارينتي مثله، يا اما بهذه يا اما بهذه يا اما بهذه. وهنا واش عندك؟ موقع الرامزه المضاده، موقع الرامزه المضاده، موقع الرامزه المضاده، هذا شنو؟ موقع هذا ماذا؟ موقع الرامزة المضادة، هنا موقع الرامزة المضادة، صح. لو نجيو نتكلموا على بنية الأرينتي، ما هي بنية الأرينتي؟ بنية الأرينتي، بنية الأرينتي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن بنية فراغية ثلاثية الأبعاد، هو عبارة عن بنية فراغية ثلاثية الأبعاد. احنا تكلمنا على الشكل النهائي الخاص بالأرينتي، هو عبارة عن بنية فراغية ثلاثية الأبعاد تشبه ماذا؟ تشبه حرف ال مقلوب، تشبه ماذا؟ تشبه حرف ال مقلوب، ويتميز بوجود. احنا نعرفوا بلي هذا الأرينتي واش قلنا؟ عنده موقع باش يثبت فيه، واش يثبت فيه؟ موقع تثبيت الحمض الأميني، وعنده موقع الرامزة المضادة. يتميز بوجود موقعين هما
موقع تثبت الحمض الأميني، موقع تثبت الحمض الأميني، الموقع رقم واحد. والموقع الثاني وهو ماذا؟ وهو موقع الرامزة المضادة، الرامزة والمضادة. الرامزة المضادة وش معناها؟ وهي نتيجة التكامل بين رامزة الأريان أم والرامزة المضادة للأريان تي. مضادة لماذا؟ للأريان تي. هذا الدور تاع الأريان تي واش يدير لك؟ هذا الدور تاع الأريان تي واش يدير لك؟ مثلا عندك، مثلا هنا عندك خلية، عندك مثلا هذه خلية حقية النواة، عندك خلية حقية النواة عندك هنا، عندك مثلا عندك مثلا هذه المورثة، عندك مثلا هذه، هذا المورث مثلا، عندك هذه المورثة، هذه المورثة هي التي تنتج لك ماذا؟ تنتج لك مثلا هذا الأريانتي. هذا الأريانتي قلنا يمر بمراحل، المرحلة الثانية اللي هي البنية، واللي عنده بنية ثانوية تولي من هذا الشكل، بنية ثانوية تولي من هذا الشكل، وبعد تولي عنده ماذا؟ بنية فراغية ثلاثية الأبعاد، بنية فراغية ثلاثية الأبعاد اللي هي تشبه حرف ال مقلوب. هذا الموقع هنا طويلة، هنا واش قلنا؟ هنا عندك مثلا هذا الأريانتي. هنا في الهيولة واش كاين؟ كاين مجموعة من الأحماض الأمينية، كاين ماذا؟ مجموعة من الأحماض الأمينية. مثلا عندك هنايا، عندك مثلا هنايا عندك هذا الأريان أم، هنا عندك الأريان أم، عندك مثلا هنا الأريان أم. مثلا هنا نفترضوا مثلا هذا الأريان أم فيه مجموعة من الرامزات، الرامزة هنا ورامزة هنا وعندك رامزة هنا. هنا الأريان أم وشنو الحاجة اللي تقوم بعملية الترجمة؟ اللي هي الريبوزومات، الريبوزومات توضع مثلا الريبوزومات هنا. الريبوزومات اش قلنا؟ عندها مثلا موقعين، الموقع بي والموقع ا، الموقع مثلا بي والموقع ا. مثلا عندك القطبية مثلا هنا البداية من 5 فتحة و 3 فتحة وراه الموقع بي، يقول هذا موقع بي لانه من جهة 5 فتحة، وهنا الموقع ا. هنا الموقع هنا ا هذا يا مثلا عندك هنا في النيكليوتيد، مثلا عندك هنا في الاريان ام هذا عندك مثلا رامزة، مثلا قال مثلا عندك هنايا عندك مثلا ا ا ا. هنا هذا ال ا ا نروحوا مثلا الاريانتي، مثلا نروحوا الاريانتي، عنده نروحوا الاريانتي نلقاو هنا مثلا في الهيوله واش نلقاو؟ نلقاو العديد من الاريانتي. مثلا عنده مثلا واحد حامل يو يو يو، مثلا واحد عنده الرامزه المضاده مثلا سي سي سي، مثلا عندك هذا اريانتي، هذا مثلا اريانتي ثاني، نلقاو العديد. حنا نروحوا مثلا اللي يتمثل في عند الاريان ام يتمثل مع ا ا ا، نروحوا نجيبوه. مثلا قال يو يو يو، نروحوا نجيبوا هذا اليو يو يو. هذا اليو يو يو واش نلقاو معاه؟ نلقاو معاه الحمض الاميني خاص به. هذا الأريانتي واش يروح يدير؟ يروح مثلا عندك مثلا هذا الحمض الأميني خاص بهذا اليو يو يو، يروح يلصق لك هذا الحمض الأميني في هذا الموقع. معناته هذا الدور تاع الأريانتي واش يدير لك؟ معناته يثبت لك الحمض الأميني وينقل الحمض الأميني إلى مقر، إلى مقر نتاعو، إلى البلاصة نتاعو اللي هي مقر الترجمة نتاعو اللي هي في الريبوزوم. معناته دور الأريانتي واش يدير؟ دور الأريانتي ما هي دور الأريانتي؟ نقل وتثبيت الحمض الأميني، الحمض الأميني إلى مكان استعماله، إلى مكان استعماله ما هو الريبوزوم، الريبوزوم في الترجمة. الريبوزوم شنو الموقع نتاعو؟ اللي هو الريبوزوم في الترجمة. ما هو دور الأريانتي؟ نقل وتثبيت الحمض الأميني. هذا الحمض الأميني ما يقدرش يولي يروح لهذا الموقع. مثلا عندك مثلا هذا الـ AAA، هذا الحمض الأميني ما يقدرش ينتقل هنا. مثلا لازم نحتاجه ماذا؟ نحتاجه مثلا ناقل، ناقل نتاع هذا الحمض الأميني اللي يديه من هذا البلاس إلى هذا المكان اللي هو الأريانتي. هذا الأريانتي ثبته ينتقل إلى هذا المكان، صح؟ هذا بالنسبة إلى بنية الأريانتي ودور الأريانتي. مثلا قال لك مثلا عندك هذا الاريان ام، هذا هو الاريان، هذا هو الاريان ام. القطبيه نتاعو مثلا عندك البدايه نتاعو مثلا من 5 فتحه الى 3 فتحه، عندك من 5 فتحه الى ماذا؟ الى غايه 3 فتحه. قال لك مثلا هذا الاريان ام، وعندك مثلا مجموعه من الاريانتي، مثلا عندك مجموعه من الاريانتي في الهيوله، عندك مثلا هذا الاريانتي وعندك هذا الاريانتي وعندك مثلا هذا الاريانتي، عندك هذا الاريانتي، كل واحد عندك العديد من الاريانتي، صح؟ عندك مثلا A U G، مثلا عندك مثلا هنا قال لك عندك مثلا، قال لك مثلا عندك هنا G G، مثلا قال لك G، وهنا مثلا قال لك عندك مثلا C G، مثلا A، مثلا عندك مثلا هنا U، مثلا A C، مثلا عندك مثلا C G G، صح؟
مثلا عندك مجموعة من الأحماض الأمينية، مثلا عندك مثلا الروح، مثلا عندك مثلا هنا الميثيونين، مثلا ديروا هنا الميثيونين، الألانين، عندك مثلا الألانين، وعندك مثلا الفينيل، فينيل ألانين، صح. مثلا عندك مثلا عندك مثلا عندك مثلا عندك هذا الارينتي، مجموعه من الارينتي، وعندك مجموعه من الاحماض الامينيه. احنا ورانا هنا رانا في الهيوله، هذه وراهي هذا الاطار الثالث، رانا في الهيوله. عندك هذا الاريان اي، عندك هذا الاريان ام، احنا حابين نركبوا عليه بروتين، احنا حابين نخرجوا متعدد البيبتيد. عندك مثلا عندك هذه الرامزه رقم واحد، هذه الرامزه رقم واحد، الرامزه رقم اثنين، والرامزه رقم ثلاثه. تقول لي استاذ جدول الشفره الوراثيه انا باش نعرف الاي يو جي والسي سي سي والجي سي يو، تقول لي استاذ لازم نحفظ مثلا كل رامزه نحفظ الحمض الاميني خاص بها؟ لا خاطر في الامتحانات يعطي لك جدول الشفره الوراثيه، وعلمتكم كيفاش تقراوا جدول الشفره الوراثيه. مثلا عندك الاي يو جي، تقول لي استاذ قلت لك هذا الاي يو جي واش يجي؟ يجي ارينتي، يقابل هذا الاي يو جي، يجي ارينتي يقابل هذا الاي يو جي. هذا الاي بصح هذا الارينتي واش يولي؟ يولي مضاد لهذا الاي يو جي، معناته يولي عنده حامل الرامزه مضاده، معناته واش عنده؟ معناته عنده الا واش يقابلها؟ يقابلها مثلا اليو، واليو واش يقابلها؟ يقابلها الا، والجي واش يقابلها؟ يقابلها السي، يقابلها ماذا؟ يقابلها سي. هنا وراه الارينتي معناها عندك سي جي ا مش هذا، جي 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 مش هذا، اليو ا سي ا. تقول لي استاذ يجي هذا الارينتي، هذا الارينتي ينتقل الى هذا المكان، هذا الارينتي ينتقل الى هذا المكان. بعدها واش يحمل الحمض الاميني؟ يحمل الحمض الاميني تاع الا يو جي. في جدول الشفره الوراثيه هذا الارينتي، كل ارينتي راه يعرف الحمض الاميني خاص به. عندك الا يو جي يروح هذا الارينتي يجيب لك الحمض الاميني، واش يروح يدير لك؟ يثبت لك الحمض الاميني. وراه تاع الميثيونين اي يو جي مثلا يروح جدول، يروح الجدول الشفره الوراثيه يشوف اللي عنده الميثيونين، يثبت لك هذا الميثيونين، يثبته هنا. عندك هذا الميثيونين، هذا الميثيونين يجي لهنا، عندك معناته هذا الاول شنو؟ عندك الميثيونين. هذا الارينتي، هذا الحمض الاميني ما يقدرش يروح هنا مباشره، يروح مثلا يقابل اي يو جي، لازم هذا الحمض الاميني حاجه تروح تثبته وتنقله لهذا المكان. معناته هذا شنو الواسط اللي بيناتهم؟ اللي هو الارينتي. هذا الارينتي يثبت لك الحمض الاميني الميثيونين، وبعدها بعد ما يثبته ينقله الى هذا المكان. ومن بعدها عندك مثلا هذه السي سي سي عندها ارينتي ايضا خاص بها، الجي سي يو عندها ارينتي خاص بها. نروح مثلا الرامزه المضاده نتاع هذه سي سي سي، تلقى عندها الجي جي جي. السي سي سي لو نروحوا مثلا عند مثلا نروحوا الجدول الشفره الوراثيه، مثلا نروحوا السي سي سي وراء الارينتي الخاص بها اللي هو الجي جي جي، لو نروحوا السي سي سي نلقاو عندها الحمض الاميني خاص بها مثلا هو مثلا البرولين، مثلا نلقاو عندها البرولين، مثلا عندها البرولين. نروح مثلا جي سي يو واش نلقاو عندها؟ نلقاو عندها السي جي يو، نلقاو مثلا الحمض الاميني الالالين. مثلا كل حمض اميني، كل حمض اميني واش معناها؟ عندك الارين ام عنده مجموعه من الرامزات، الرامزه واحد، الرامزه اثنين، الرامزه ثلاثه. كيفاش ينتقل الحمض الاميني الى هنا؟ بواسطه الارينتي. هذا الارينتي واش يدير؟ يثبت لك الحمض الاميني على مستوى الارينتي، لانه هذا الحمض الاميني ما يقدرش ينتقل الى هذا المكان. كيثبت لك هذا الحمض الاميني ينقل الى هذا المكان بواسطه ماذا؟ بواسطه التكامل بين الرامزه تاع الارين ام والرامزه المضاده للارين. الى هنا نولوا انتهينا من هذا الدرس. ما تنساش باش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.